على وقع دقات هذه الساعة القديمة، تفوح الحضارة من محتويات هذا المحل العتيق في مدينة تعز، والذي يشبه المتحف الممزوج بين القديم والحديث. ساعات فاخرة تحمل دلالات عاطفية ورمزية، جمعت بين الفخامة في الشكل والتراث في القدم، أقرب أن تكون تحفاً فنية تتكلل بجماليات الصنع والتاريخ عبر حقب زمنية يرويها تاريخ هذه الساعات في أول وأقدم محل لصيانة الساعات في مدينة تعز. تم افتتاح هذا المحل من سنة 70، وبدوا عمامي يشتغلوا مع الوالد، ما لا فترة سنة 90 أخواني اللي جلسوا جنب الوالد، من بعد سنة 2000 أخ واحد بس اللي جلس جنب الوالد، باقي دوم تفرقوا. من بعد 2000 جلس أخي، ولا 2012 و13 جلست أنا معه. تتعدد أشكال وأحجام الساعات المتراكمة في هذا المحل، والتي يعود تاريخ بعضها إلى بدايات القرن الماضي، وتتنوع بين الفاخرة القديمة ذات السعر المرتفع والحديثة بأشكالها الجمالية المتعددة. يحتوي هذا المحل على ساعات اللي هم جودة يابانية وقديمة وما توجد بالسوق، مثل الريثم، السيكو، السيتيزين، اللي هم من الساعات الحائط القديم، وفي ساعات اللي هم اليد نفس الصليب، كانديينو، السيكو، أورينت. هذه الساعات ما كثيرينش بالأسواق. هنا تتم إعادة الحياة للساعات التي توقف نبضها لوقت من الزمن. فأيمن وإلياس اللذان يعملان خلفا لوالدهم، جمعا بين الهواية والخبرة في عملهم، ولا يزالون يستقبلون ساعات الزبائن الذين يترددون على محلهم منذ أن فتح في السبعينات، مستخدمين مناظرهم وأدوات وبعض قطع الغيار التي يحتفظون بالعديد منها في هذا المحل. أجي دائماً لتصليح الساعات في محل القرشي، بحيث الأمانة ونظافة العمل في الساعات ودقة المواعيد. ويتمسك هؤلاء بمهنتهم المقترنة بالساعات، ويتناقلونها جيلاً بعد الآخر، قاطعين على أنفسهم عهداً بالحفاظ عليها من الانقراض. هذه الأيام إجازة وعطلة، فأنا أجي عند عمامي أجلس أتعلم المهنة، أقوم الساعات، أشوف الساعات كيف يصليح، كيف يعمل، نتعلم. عالم تتجدد فيه الحياة باستمرار، وكما تتحرك عقارب الساعة دون توقف، لن يتوقف هذا المحل عن مهنة صيانة الساعات مهما تقدم الزمن. رغم حداثة العصر والزمن، إلا أن هذا المركز القديم بمحتوياته الممزوجة ما بين الحداثة والعراقة، ما يزال صامداً في وجه الحداثة، ويمثل معلماً من معالم مدينة تعز. لبرنامج صباحكم أجمل.